السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من قناتكم خبراء اللغه الانجليزيه. ان شاء الله النهارده مع بعض هنراجع قصه بلاك بيوتي للصف الثالث الاعدادي الترم الاول. مراجعه بسيطه ولذيذه في ثلاث صفحات بس بتلم احداث القصه كلها واهم النقط اللي محتاجين نذاكرها علشان نقدر نجاوب في الامتحان طبعا طبقا للمواصفات الجديده. فاسئله قصه بلاك بيوتي هتبقى عباره عن سؤال التوصيل اللي هو بيبقى على الاحداث وبيتم توصيل عمود A بعمود B تمام على حسب استيعابك وفهمك وحفظك لاحداث القصه. الترم الاول بيتناول 3 chapters, chapter 1 و 2 و3 تمام. وتم تعديل ايضا على سؤال اللي هو الخاص باحداث القصه. فاحداث القصه الاسئله بتاعت احداث القصه اتشالت وفضل سؤالين من اسئله التفكير النقدي. طبعا بعد كل تشابتر في اسئله لاحداث القصه واسئله للتفكير النقدي. التعديل الجديد اللي جاي من الوزاره هو عباره عن ان ما عادش في اسئله على احداث القصه ولكن في اسئله للتفكير النقدي. اسئله التفكير النقدي اللي هي بتقول what do you think، يعني بماذا تعتقد، ماذا تعتقد. ويبقى احيانا الاجابه بتبقى بيس ونو و why why not، يعني تقول لماذا جاوبت بيس او لماذا جاوبت بنو. خلاص ف what do you think, why do you think، كل دي تعبيرات مختلفة لبداية أسئلة السؤال النقدي. هما سؤالين مع سؤال التوصيل وكده تبقى القصة خفت شوية تمام. وطبعا التعديل الآخر هنتكلم عنه إن شاء الله في حلقة تانية هو زيادة طول الباراجراف. الباراجراف دلوقتي بقى بيتعدى بالكلمة حسب المواصفات الجديدة للامتحان 2019-2020 وهو عبارة عن عدد الكلمات في الصف الثالث الإعدادي لا تقل عن 90 ولا تزيد عن 110، يعني من 90 كلمة ل 110. وبيتم عد الكلمات كلها طبعا بما فيهم حرف الجر، وحتى لو كاتب زا أو أند أو أور أو بات ده بيتم عده. خلاص وده معناه ان احنا لازم نشتغل في باراجراف اكتر من كده ونحاول نكتب باراجراف. واللي ما شافش الفيديو بتاعي بتاع كيفيه كتابه باراجراف جيد في اللغه الانجليزيه راجعوا في الفيديوهات. وقبل ما ابدا اتمنى انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان تدعمونا في صنع المحتوى الخاص باللغه الانجليزيه العامه ولجميع المراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي. ونبدأ مع بعض قصة أو مراجعة قصة بلاك بيوتي. قصة بلاك بيوتي طبعا زي ما انتم عارفين بتتكلم عن الحصان العامل أو حياة الحصان العامل في أوائل القرن 19 كده. وقصة بلاك بيوتي تتناول قصة حصان اسمه بلاك بيوتي لأن لونه أسود تمام كده. قصة حياته وانتقاله من مالك لمالك بعض الملاك الطيبين. وفي الترم الثاني لما نكمل 4 شابتر 4 5 6 هنشوف بقى الملاك الغير جيدين او اللي بيعاملوه معاملة مش طيبة ورحلته واصدقائه اللي بيتعرف عليهم ومواقفه الشجاعة اللي هو بيعملها اللي بتبين قد ايه ان هو حصان طيب وجيد وقوي وذكي وعنده الاحساس بالخطر وتوقع المشاكل تمام. وبتبين برضو قد ايه الناس كانت بتعامل الحصانه باحترام او اغلب الناس كانت بتعامل الحصانه باحترام لانها كانت وسيله النقل المتوفره الوحيده قبل اختراع السياره طبعا تمام. والكاتبه بتاعتنا انا سويل كانت كاتبه مقعده حصل لها حادثه وهي صغيرة ومن ثم كانت بتستخدم الحصان دايما للتنقل فحبت الحصانة وحبت تكتب قصة عنهم فكتبت القصة الرائعة بتاعت بلاك بيوتي. هنبدأ ان شاء الله
المذكرة اللي معانا عبارة عن 3 صفحات بس. الصفحة الأولانية بتتناول أحداث chapter 1، الصفحة الثانية بتتناول أحداث chapter 2، الصفحة الثالثة بتتناول أحداث chapter 3. تمام كده؟ نبدأ مع بعض. Black Beauty chapter 1. أول حاجة بيقول Black Beauty lived with his mother، كان عايش مع أمه، and some other horses in a large field، في حقل كبير. في حقل كبير. يبقى بلاك بيوتي كان عايش اول حاجه مع امه وعدد من الحصنة في حقل كبير، زي ما انتم شايفين كده. ادي بلاك بيوتي الحصان الصغير وهيز ماذر، تمام، امه واذر هورسز او عدد من الاحصنة الاخرى. تمام كده ماشي معايا. His first owner، مالكه الأول، was Farmer Gray، كان اسمه Farmer Gray، and he was a kind man، وكان رجلا طيبا أو رجلا عطوفا. ليه كان kind man؟ عشان كان بيتكلم مع Black Beauty بطريقة جيدة. He speak to him in a kind way، and he gave him food، وكان بيعطيه food or healthy food، دائما طعام صحي. Beauty's mother، في يوم من الأيام أم الحصان Black Beauty told him not to do like other horses، ما تعملش أو ما تبقاش زي الحصانة الأخرى. إيه الحصانة الأخرى كانت بتعمله؟ الحصانة الأخرى كانت لما بيعملوا سباقات مع بعض وتبقى في إثارة في السباق، تبتدي الحصانة الكبيرة تضرب الحصانة اللي جنبها، خلاص. وطبعا دي عادة مسمومة إن الحصان بيرفص أو بيركل، خلاص. فأمه نصحته النصيحة دي إن هو ما يعملش زي الحصان الأخرى، and to be gentle، ويكون رقيق، and never kick or bites even when he play، وحتى لو بيلعب لعبة ما يركلش أبدا أو يعض. The horse grew، كبر Black Beauty، and become able، وأصبح قادرا to pull a carriage himself، إن هو يجر عربة بنفسه. And sometimes، وأحيانا، with his mother، مع أمه. طبعا شايفين في الصورة Farmer Gray اللي هو المالك، Black Beauty كبر وبقى بيقدر يجر عربية بمفرده أو بمساعدة أمه. His mother hoped him to find a good people. Good people يعني good owner بقى بعد Farmer Gray. مفروض الملك الأول يعني دوره ان هو بيربي الحصان، بعد كده لما الحصان بيكبر بيبتدي يبيعه لملاك اخرين يبتدوا يشتغلوا او يعملوه كحصان عامل. All people is not the same and advised him to work hard. قالت له اتمنى انك تلاقي ناس طيبين تبقى معاهم، لان الناس كلها مش زي بعض، ونصحته ان هو يعمل بجد. قالت له كلما عملت بجد كلما كان الناس طيبين معك. Farmer Gray sold Black Beauty to Squire Jordan. ابتدى Black Beauty يتنقل ويتباع لواحد اسمه Squire Jordan. وSquire Jordan ده كان رجل أعمال عنده مزارع كبيرة، ومزرعته الكبيرة كان اسمها Birdwick Park. Birdwick Park مزرعة اللي كان عايش فيها Squire Jordan، which include large fields، اللي كان فيها حقول كبيرة، and comfortable stables، واسطبلات مريحة. Squire Jordan was kind، برضو كان kind زي Farmer Gray، and he used to give his horses healthy food، يعطيهم طعام صحي بالضبط زي Farmer Gray، and spoke to them kindly as he spoke to his children، كان بيتكلم معهم بطيبة كما كان كأنه بيتكلم مع أولاده. وكان عنده a kind helper يعني مساعد اسمه John Manley who was kind too، كان ايضا عطوف مع الحصنة بيعملهم كويس. The horse met his new friends Merrylegs and Ginger. ابتدى Black Beauty يقابل اصدقائه من الحصنة الجداد اللي هم Black Beauty و Ginger. وصف بقى ميري ليجز اللي هو الحصان، وعلى فكره ده ذكر، وجينجر انثى، خلاص تمام.
Mary Lynx was short, fat and kind. كان قصير وسمين وكايند وكان عطوفا. But Ginger, ولكن Ginger bit people, كانت تعض الناس. And because of her, وبسببها, the children stopped bringing apples and nice things to them. يعني أولاد سكوير جوردن كانوا بيحبوا يجيبوا تفاح للحصان, بس بسبب إن هما كانوا بيخافوا من جينجر توقفوا إن هما يحضروا أشياء لطيفة للحصان, عشان كان بيخافوا إن جينجر تعضهم أو تركلهم. سكوير جوردن's wife called the horse Black Beauty. من هنا جت تسمية الحصان بتاعنا بطل القصة ب Black Beauty من مرات سكوير جوردن. سكوير جوردن's wife called the horse Black Beauty, سمته Black Beauty ليه؟ because he was very handsome, لأنه كان جميلا جدا. طبعا وصف Black Beauty إن هو tall horse, حصان طويل, strong, قوي, with a white star on his head, لديه نجمة بيضاء على رأسه, يعني لون أبيض عامل زي النجمة كده على رأسه, and a white foot, ولديه قدم بيضاء. طبعا ممكن نزود عليها with a black coat. black coat يعني الفرو بتاعه لونه اسود. فتخيل لما يكون حصان لونه كله اسود ما عدا رجل بيضة وحتة بيضة في دماغه على هيئة نجمة, طبعا شكله رائع جدا. when Jordan was riding Ginger, في يوم من الأيام كان جوردن راكب Ginger, he shouted at the man, فصرخ على الرجل who was hitting the horse and said horses أو a horse is not a machine, وقال له الحصان ليس آلة. في يوم من الأيام سكوير جوردن ماشي في المزرعة بتاعته ولقى واحد من الشغالين عنده بيزعق جدا للحصان اللي هو راكبه وبيضربه. خلاص خلي بالك ان هو كان راكب جينجر. جينجر دي اللي كانت بتعض وبتركل بسبب اللي كان فيه ملاك غير طيبين او سيئين كانوا بيعملوها بقسوه في الماضي. فجينجر جاي عند سكوير جوردن محمله بماضي صعب, فما يحصل الموقف ده هيخلي جينجر تغير رايها في سكوير جوردن وتبتدي تقول مش كل الناس وحشين ومش كل الملاك بيضربوا الحصان بتاعتهم. ماري ليجز ثرو ذا بويز, في موقف اخر الحصان بتاعنا المرح اللي كل الاولاد بتحبه ماري ليجز القصير التخين شويه كان بيحب يشيل اولاد سكوير جوردن ويلف بيهم. في يوم من الايام اولاد سكوير جوردن الكبار مش البنات ضربوا, فهو رفض ان هو يمشي والقى الاولاد من على ظهره تمام بطريقه خفيفه كده بحيث ان هو ما يأذيهمش, وفي نفس الوقت يعلمهم درس. ايه الدرس؟ ان هم ما يضربوش الحصان تاني. ماري ليجز ثرو ذا بويز هو هيت هيم ويز ا ستيك, اللي ضربوه بعصا اون ذا جراوند اند جون ووز انجري. طبعا جون ما كانش يعرف اللي حصل بالظبط, فكان غاضب من ماري ليجز. But he didn't hurt the girls, ولكنه لم يؤذي البنات لان البنات كانوا صغيرين خلاص, وفي نفس الوقت هما ما عملوش حاجه تمام. طبعا لما جينجر نصحت ماري ليجز ان هو يرفض الاولاد فهو رفض وقال لابد ان نتذكر we must always remember what a good place we live in, لابد ان نتذكر اننا نعيش في مكان جيد, مش عشان موقف واحد يحصل ان احنا نبتدي نرفض او نقعد. خلاص ده ملخص احداث chapter 1. نيجي لملخص احداث chapter 2. طبعا الملخص ده سريع جدا, مش مطلوب منك ان انت تسيب القصه كلها وتقرا من الملخص ده بس, ولكن على قد ما انت ذكرت وقريت ده بالنسبه لك هيكون مرجع مفيد جدا للمراجعه النهائيه قبل الامتحان, يبقى معاك كده قبل ما تدخل الامتحان. وطبعا هسيب لكم رابط التحميل اسفل الفيديو, تقدر بقى ان انت تحمل الثلاث ورقات دول وتضيف عليهم, او في احداث تانية تقدر تزودها حتت نقط مهمه وهكذا. خلاص تقدر تزودها حاجات عشان تفهمك انت الاحداث اكتر, ويبقى مرجع ليك في ثلاث ورقات
طبعا هيوفر عليك وقت وجهد كبير جدا في المراجعه. نبتدي بقى تشابتر 2 بلاك بيوتي بولد الايت كاريج، كان يسحب عربيه خفيفه، يعني في عربه كده خفيفه خدها واخد سكواير جوردن اند مانلي اللي هو جون مانلي تو ا بزنس، يعني اون ا بزنس جورني في رحله عمل. طيب راحوا في رحله عمل وهم ماشيين الطقس كان مليء بالرياح وممطر، طقس سيء جدا. There was water on the road، وكانت في ميه على الطريق. And many fields were flooded، وحقول كثيره كانت مغرقه بالمياه. He had rest، وصل بلاك بيوتي للمكان خلاص كده اللي هم السكوير جوردن عنده فيه الشغل. He had rest and they returned late afternoon during a real storm، وهم بقى في رحلة العودة من منطقة العمل أو المدينة اللي كانوا شغالين فيها، كانت هناك في المرة دي بقى عاصفة حقيقية، يعني هم رايحين كان الجو بس ممطر وعاصف شوية وفي رياح، وهم راجعين اتحولت عاصفة. أول مفاجأة حصلت لهم a big tree suddenly fell across the road، يعني خلاص شجرة كبيرة وقعت على عرض الطريق which made them change their way، وجعلتهم يغيروا الطريق بتاعهم. رقم 6 when they got to the bridge، طبعا هما احنا في رحلة الذهاب عبروا كوبري، في رحلة العودة أول مشكلة حصلتهم الشجرة اللي وقعت، اضطروا يغيروا الطريق ويروحوا من طريق أطول شوية. المهم رجعوا لنفس الكوبري، وأول ما بدأوا العبور ماشي the horse stopped اللي هو مين بلاك بيوتي وقف خلاص because he felt it wasn't safe، لأنه شعر أن الكوبري ليس آمنا. ما يجي يقول لك تكلم عن إحساس بلاك بيوتي بالخطر، ليه بلاك بيوتي بيتنبأ بالخطر؟ هتقول له عشان هو بيعدي الكوبري توقف لأنه أحس إن فيه شيء خطأ، تمام؟ فسكوير جوردن حاول يخلي بلاك بيوتي يعبر وقال له اتحرك، بس جون ماني كان ذكي فقال له لا، طالما وقف يبقى فيه شيء غلط، في شيء غلط. فضلوا واقفين حبه لحد ما جه واحد من الناحيه الاخرى من الكوبري. The man from the other side told them، قال لهم that the bridge is broken in the middle، قال لهم ما تعدوش الكوبري مكسور، لو عديتوا هتقعوا في النهر. جون اند جوردن سكوير جون مانلي طبعا سكوير جوردن thanked the horse، ماشي يعني شكروا بلاك بيوتي and took another way home، واخذوا طريق اخر للمنزل. جوردن اند هيز وايف في رحله بقى اخرى بعد ما الرحله دي انتهت، جوردن وزوجته دروف جينجر اند بلاك بيوتي، كانوا واخدين جينجر وبلاك بيوتي المره دي مش بلاك بيوتي لوحده، تو زير فريندز الى منزل اصدقائهم، تو زير فريندز الى منزل اصدقائهم. They reached a town، ووصلوا الى مدينه after 30 kilometers and stayed at an inn، ونزلوا في فندق صغير. يبقى بعد 35 كيلومتر من الرحله، الرحله بتاخد يومين، بيمشوا اول يوم حوالي 35 كيلومتر واليوم الثاني حوالي 25 كيلومتر، يبقى كده 60 كيلومتر. ده المسافة اللي بتفصل منزل سكوير جوردن عن منزل أصدقائه. الرحلة محتاجة يومين، بعد أول يوم ومرور 35 كيلومتر ريحوا في مدينة صغيرة في داخل فندق صغير. طيب الفندق الصغير ده بيبقى فيه خدمات للحصانات زي كده خدمات السيارات دلوقتي اللي انت بتشوفوها في الفنادق. الحصان ممكن يدخل ينام يبات في اسطبل، بيتم تمشيط شعره وبيحموه مثلا خلاص وهكذا. فبلاك بيوتي كان هو وجينجر نايمين في الاسطبل، وكان في يونج رايدر او راكب شاب سموكد ا سيجريت، وكان بيدخن سيجاره while his horse was brushed، بينما كان يتم تمشيط حصانه خلاص كده. طبعا السيجاره دي هو رماها وسببت حريق داخل الاسطبل. when beauty woke up، لما استيقظ بلاك بيوتي he saw smoke and heard ginger، رأى دخانا وسمع جينجر تكح، يعني بتكح
طبعا هو صحيح مش عارف في ايه خلاص. وبعد كده there was a fire، كان هناك حريق. and a man with a lantern، رجل يمسك مصباح. tried to save the horses، حاول ينقذ الحصان. but he was worried، ولكنه كان قلقا. and the horses didn't want to move، لما يجي يقول لك الراجل ده ليه فشل في اخراج الحصان بلاك بيوتي وبقيه الحصان، لان هو كان قلقان. فالحصان لما يلاقي اللي قدامه قلقان ومش قادر يطمنه بيخاف اكتر، وخصوصا مع وجود النار الحصانه ما تقدرش تتحرك من مكانها، محتاج حد هادي وواثق من نفسه. طب عندنا مين بينطبق عليه المواصفات دي بالظبط كده؟ جون مانلي، مساعد سكواير جوردن. جون كيم اند سبوك سوفتلي، وتكلم بطيبه خلاص او برقه. which made beauty went out of the building، وذلك جعل بيوتي بلاك بيوتي يخرج من الايه المبنى المحترق. بلاك بيوتي سيفد جينجر، انقذ جينجر اند اذر هورسز، واحصنه اخرى. باي كولينج ذم، يعني قاعد بينادي عليهم بصوت الحصان كده اخرجوا في خطر تمام. وبعد ما جينجر خرجت شكرت بلاك بيوتي زي ما في الصوره كده، قالت له يو سيفد مي، لقد انقذتني خلاص كده. طبعا الصور دي معبره جدا، اقروها برضو خلاص. جوردنز فريند وير سربرايزد، كانوا مندهشين من موقف جون الشجاع ان هو قدر يخرج الحصان قبل لما المبنى المحترق ده ينهار تماما تمام. وجت فرق الاطفاء بالفعل، طفت المبنى بعد عده ساعات من اندلاع الحريق. في الشابتر الثالث والاخير جون اتخذ مساعد صغير يبلغ من العمر 14 سنه يسمى جو جرين. and he was only 14، وكان فقط عنده 14 عاما. جو was a hard worker، كان بيشتغل بجد. and John wanted to help him، وجون كان عايز يساعد الولد الصغير اللي اسمه جو. as Jordan did with him، كما فعل جوردن معه. when he was at the same age، عندما كان في نفس العمر. يعني جون مانلي ده لما جه لسكوير جوردن كان عنده 14 سنه، فسكوير جوردن ساعده وعلمه الشغل وكبره. فلما كبر جه لجون مساعد صغير اسمه جو جرين عنده برضه 14 سنه، فكان جون عايز يساعد جو جرين زي ما سكوير جوردن ساعده. جو learned to sweep the floor، تعلم ان هو يكنس الارض. bring in the food، يدخل الاكل للاحصنه. and wash the carriage، ويقوم بغسل الايه العربات تمام. he was too small to brush beauty or ginger، وكان صغير لسه قصير عشان يمشط بلاك بيوتي اور جينجر. so he practiced on mary legs، فكان بيتدرب على mary legs لان mary legs قصير احنا عارفين طبعا. جو was a happy boy، كان ولد سعيد. who was always singing، كان دايما يغني خلاص كده. جون رايد بلاك بيوتي early in the morning to bring a doctor اسمه دكتور وايت خلاص كده. because Jordan's wife was very ill، في يوم من الايام مرات سكوير جوردن كانت تعبانه جدا، و سكوير جوردن بعد جون قال له خد بلاك بيوتي واطلع بسرعه على المدينه دي هات لي دكتور اسمه دكتور وايت عشان يجي يشوف زوجتي لانها تعبانه جدا. جون اخذ بلاك بيوتي وانطلق باقصى سرعه. بلاك بيوتي لسه كان يا دوبك بيفوق مش عارف ايه اللي بيحصل. جون arrived at دكتور وايتس هاوس كويكلي، وصل بسرعه الى منزله. اند تولد هيم، واخبره طبعا. كان سكوير جوردن كاتب له رساله او ليتر، وهو ادى لدكتور وايت في ان انت تيجي بسرعه عشان زوجتي تعبان. ذا دكتورز رود بلاك بيوتي، الدكتور ركب بلاك بيوتي. بيكوز هيز سون توك هيز هورس اند جون ستيد ذير، كان في مشكله عند الدكتور. قال لجون مانلي اسمع انا ابني اخذ الحصان بتاعي ومفيش حصان دلوقتي اقدر ارجع بيه على بيت سكوير جوردن عشان اساعد زوجته، فاديني الحصان بتاعك وانت اقعد هنا وانا هرجع لك. وبالفعل ركب الدكتور اللي هو الدكتور وايت بلاك بيوتي، وكان تقيل شويه وتخين شويه وتقيل، فبلاك بيوتي كانت الرحله في العوده اصعب. ده غير ان هو ما كانش سائق جيد، يعني مش بيعرف قوي يركب الحصان ويوجهه ويبقى مريح للحصان.
فطبعا بلاك بيوتي دلوقتي عمل رحلتين ويعتبر ما ريحش، راح للمدينه وجاب الدكتور ورجع على المدينه بتاعت سكوير جوردن بسرعه جدا، وبالتالي بلاك بيوتي تعب وجات له زي حاله عياء. خلاص نكمل بقى. The journey back was too hard، كانت صعبة جدا. Because the doctor was heavier، لأن الدكتور كان أثقل. And not a good rider، وليس راكب جيد. And Black Beauty didn't have a rest، وBlack Beauty لم ينل أي قسطا من الراحة. The horse became so hot، أصبح الحصان جسمه ساخن جدا اللي هو Black Beauty طبعا. But Joey اللي هو الولد الصغير، أول ما Black Beauty رجع كان المفروض في حاجات يعملها مع بلاك بيوتي، ان هو يديله ميه سخنه ويغطي جسمه ببطانيه ويقعد معاه الليله دي، بات معاه في الاسطبل عشان يراقبه ويشوف يعني هيبقى كويس ولا لا. فجو اللي هو الولد الصغير عمل عكس الثلاث حاجات دول. اولا he gave him cold water، اداله ميه ساقعه، وبعدين he didn't cover him with the blanket، وما فكرش يغطيه بالايه بالبطانيه، وما قعدش معاه وسابه في الاستابل وقفل عليه ومشي. طبعا الحاجات دي لقله خبره الولد الصغير اللي اسمه جو جرين، والكلام ده خلى جون مانلي يبقى غاضب جدا من جو جرين، علشان طبعا حاجه زي كده ممكن تودي بحياه بلاك بيوتي. خلاص كده. جو didn't give him hot water، لم يعطيه مياه ساخنه، or cover him with warm blanket، او يغطيه ببطانية تدفيه. he gave him cold water، واعطاه مية ساعة، and left، وغادر. خلاص. the horse felt badly، Black Beauty شعر بإعياء، and couldn't breathe، ولم يستطيع التنفس. بالحالة دي الوقت ده كان جون خلاص رجع من البلد اللي كان فيها، stayed with him، ومكث مع Black Beauty طبعا. gave him hot water، وأعطاه مياه ساخنة، and covered him، وغطاه. جوردن came to see the horse and thanked him، جه بقى سكوير جوردن شكر بلاك بيوتي إن هو جاب الدكتور بسرعة وكان جاي يطمن عليه. but John was angry with Joe، ولكن جون زي ما قلنا كان غاضب من الولد الصغير اللي اسمه جو جرين. خلاص. One day Joe was riding Beauty، في يوم من الأيام جون كان راكب Black Beauty. When they saw a road rider، شافوا راكب hit the horses، بيضرب الحصانة، with a whip، بصوت أو عارفين كراك، because they couldn't pull a carriage full of heavy. نكمل. full of heavy metal bars، مليئة بالقضبان الحديدية. يعني بقى جو جرين في يوم من الأيام راكب بلاك بيوتي وماشي، لقى واحد راكب عربية مليانة حديد، سياخ حديد أو قضبان حديدية، وبيضرب الحصنة اللي شادين العربية عشان الحصنة كانوا غارزين في الطين ومش قادرين يطلعوا، كان بيضربهم بقسوة جدا. فجو سيد قال له The wheels will not move in the mud، يعني العجل مش هيتحرك في الطين. And offered to help the rider، وقال له اديني شوية من الحديد ده وأنا أمشي معاك، أخف معاك من على العربية وأخدهم معايا في عربيتي ونمشي جنب بعض وأوصلك. ولكن الراكب ده كان يعني بيتصرف بوقاحة وقال له be quiet، و continued to hit the horses، وظل يضرب الحصان. جو told the rider's manager who reported him to the police، راح جو للمدير بتاع المصنع الحديد ده وقال له على اللي حصل من الراكب. خلاص كده. والمدير بلغ البوليس. جون was pleased with Joe، جون بقى بعد ما سمع قصة جو بقى مسرور. and the rider was sent to prison for 2 or 3 months، وتم إرسال الراجل القاسي ده أو القاسي ده إلى السجن لمدة 2 أو 3 شهور. جو بيكام هابي أجين، وجو طبعا بعد ما عمل العمل الجميل ده بقى سعيد تاني. and was good until Mrs. Jordan، إلى أن أصبحت Mrs. Jordan مرات سكوير جوردن إيل أجين، تعبت مرة أخرى. and should live in a warmer climate، يعني جابوا الدكتور تاني قالوا يا جماعة
يعني كده مرات سكوير جوردن مش هينفع تعيش في الجو البارد ده بعد كده، ولازم تنتقل الى مكان حار او مكان دافئ. خلاص كده. وبالتالي طبعا سكوير جوردن ساب المزرعه وساب البلد كلها وساب انجلترا. جون ليفت انجلاند اند اول ذا هورسز وير سولد، وتم بيع جميع الاحصنة. بيوتي اند جينجر ووز ذا لاست هورسز تو ليف بيرتويك، كانوا اخر حصانين يغادروا بيرتويك بارك. ذا نيو اونر، الملك الجديد كولد سميث، يسمى سميث. هيز هيلبر، والمساعد الجديد بتاعه اسمه يورك. زي ليف ات ايرشل بارك، ويعيشون في مكان جديد يسمى ايرشل بارك. دي كانت كده نهاية الجزء الاولاني خاص بالترم الاول من قصة بلاك بيوتي. اتمنى ان تكونوا استفدتم. اي تعليقات او في اي استفسارات هسيب لكم رابط التحميل اسفل الفيديو. يا ريت تدعمونا لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان نقدر ان احنا نزود المحتوى بتاعنا وننزل لكم احدث دروس في اللغة الانجليزية. كان معكم مستر احمد حلمي من قناتكم خبراء اللغة الانجليزية. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم على خير. السلام عليكم.